حديث مفصلا عن اغلاق اليوم، دعونا نرحب بضيفنا هاتفيا الاستاذ محمد الشميمري المستشار المالي. استاذ محمد اهلا بك. المشاهدين الكرام اهلا بك. استاذ محمد، خلال تداولات اليوم افتتاح ايجابي، اغلاق بمكتسبات جيده بالنسبه الى السوق، عاد السوق مجددا للايجابيه ومخالفه المسار السلبي الذي حدث خلال الجلسات الماضيه، دعنا نتحدث عن العوامل التي ساعدت المؤشر لهذا الارتفاع. كلام سليم. يعني انا حقيقة العامل الأساسي وواضح هو أن إعلان تداول تنفيذ المرحلة الأولى من الانضمام لمؤشري الأسواق الناشئة فوتسي راسل واس ام بي داو جونز يوم الاثنين القادم 18 مارس. حقيقة تفاعل السوق إيجابيا وارتد ارتداد إيجابي وبارتفاع كميات التداول وأيضا قيمة التداول إلى فوق المتوسط عند 3.2 مليار ريال. هذا حقيقة أعتبره شيء إيجابي، خاصة أننا نحتاج في الوقت الحالي للعودة إلى المسار الصاعد على المدى القصير، اختراق منطقة 8567. في حال اختراقها معنى ذلك أن المؤشر يستهدف القمة التي هي 8677 للوصول إلى أهداف مرصودة في حال الاختراق، أولها 8910 ثم 9100. نعم أستاذ محمد، هنا بخلاف إعلان شركات نتائجها أسعار النفط اليوم، كان هناك محفز مهم بالنسبة للسوق هو الإعلان عن المرحلة الأولى للانضمام للمؤشرين العالميين. هنا هذا الانضمام برأيك إلى أي مدى سوف يسهم الانضمام بالمرحلة الأولى إلى دفع السوق للارتفاع خلال الفترة القادمة، وخصوصا من الناس الشركات التي سوف يتم إدراجها؟ نعم طبعا هذا الانضمام يعني ذلك دخول سيولة جديدة للسوق، دخول سيولة استثمارية طويلة أجل، سيكون على مراحل. المرحلة الأولى للفوتسي راسل ضمن خطة الانضمام للسوق المالية السعودية، المرحلة الأولى تمثل 10% من الوزن الإجمالي، وأيضا المرحلة الأولى لمؤشر اس ام بي داو جونز على مرحلتين، المرحلة الأولى ستكون بنسبة 50% من الوزن الإجمالي. هذا كفيل بدخول سيولة جديدة استثمارية طويلة أجل، أيضا كفيل بخروج أبحاث من شركات متعددة سواء داخل السعودية أو خارجها، من شركات لديها تاريخ كبير في صدور الأبحاث عن الشركات المدرجة في هذه المؤشرات. هذا كله ما في شك أنه إيجابي على المدى القصير والطويل بالنسبة للسوق السعودي. نعم، هنا دعني أنتقل إلى نقطة مهمة أخرى أيضا تعادل أهمية هذا الخبر، كيف قرأت تأثير نتائج سابق على أداء حركة السهم الذي شاهدناه اليوم يرتفع بشكل واضح خلال تداولات هذه الجلسة، وكيف قرأت أداءه بالنسبة إلى سوق الأسهم؟ طبعا سابق هي شركة ركيزة من ركائز السوق السعودي وشركة تعتبر قيادية. طبعا النتائج وإن جاءت متراجعة في الربع الرابع بسبب ما يحصل في الصين، إلا أن مجمل النتائج السنوية كانت جدا ممتازة. هناك أخبار كثيرة يعني حصلت لسابق. يوم أمس أعلنت عن اندماج بعض شركاتها التابعة، صحيح. يعني ما في شك أن هذا الإعلان كان إيجابي بالنسبة لشركة سابق. نعم، دعنا نتحدث عن الراجحي أيضا التي تعادل هنا أستاذ محمد سابق بالثقل. أعلن مصرف الراجحي عن موعد التصويت على زيادة رأس المال بنسبة 53% عن طريق توزيع أسهم منحة، إلى أي مدى ترى تفاعل السهم مع هذا الخبر؟ طبعا السهم تفاعل مع الخبر وقت الإعلان، أعتقد أن بقية التصويت يعتبر شكلية. الراجحي كما هو سابق كما ذكرت سهم قيادي مهم في السوق السعودي، نمو أرباحه على سنة 2018 ميلادية كانت قياسية، قياسية وتاريخية، لم تحصل للراجحي هذا النمو منذ بداية إدراجها، لذلك هذا السهم يعتبر من ركائز الأسهم في السوق. نعم، وصلت الفكرة بشكل كامل. إذن ضيفنا هاتفيا الأستاذ محمد الشميمري المستشار المالي، شكرا جزيلا لك.